لا ماعم قوم ونقال اليوم قديش ما راني شو امشي حا

وخرج يسوع من هناك وجاء الى نواحي صوره وصيده فاقبلت اليه امراه كنعانيه من تلك البلاد وصاحت ارحمني يا سيدي يا ابن داود ابنتي فيها شيطان ويعذبها كثيرا فما اجابها يسوع بكلمه فدنا تلاميذه وتوسلوا اليه بقولهم اصرفها عنا لأنها تتبعنا بصياحها. فأجابهم يسوع: ما أرسلني الله إلا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل. ولكن المرأة جاءت فسجدت له وقالت: ساعدني يا سيدي. فأجابها: لا يجوز أن يؤخذ خبز البنين ويرمى إلى الكلاب. فقالت له المرأة: نعم يا سيدي. حتى الكلاب تاكل من الفتات الذي يتساقط عن موائد اصحابها فاجابها يسوع ما اعظم ايمانك يا امراه فليكن لك ما تريدين فشفيت ابنتها من تلك الساعه والمجد لله دائما والرب يبارك عليكم المجد الإشاعات مشكلة. في زمان يسوع كثير إشاعات يقولون هذا نبي يسوع عنده اتصال بالله وأش ما يريد يسوي وهاي امرأة وثنية غريبة كنعانية من جنوب لبنان سمعت وعندها بنت مسكينه مريضه وكانوا يتصورون انه كل مرض هو من الشيطان فقالت اجرب حظي اروح اطلب منه بلكي وتجي وتستعمل الاسلوب المباشر اسلوب الفقراء تصيح وتنادينه بالاسم يا ابن داود لانه من منطقه الجليل من الناصره اللي سكنوا بها اللي رجعوا من السبي واللي كان يعتبرون نفسهم يحملون شيء من مملكة داود لكن يسوع راح يحاول أن يطي ينطي دروس حقيقة هذا الإنجيل مفصل علينا لأن بي دروس للتلاميذ وبي دروس لليهود وبي دروس إلنا خاصة في هذا الزمان خاصة اللي نعيش في قلق مما يمكن ان يحدث كثير من الناس يتصورون بانه هناك دائما شخص مسؤول عن مصائبنا السياسيين والكنيسه واهلنا والوضعيه بصوره عامه والامريكان والجيران، وهذه الإشاعات اللي كندخنا بيها. لكن يسوع يريد يرجعنا إلى معنى حياتنا. شنو معنى حياتنا؟ معنى حياتنا أن نتعلم شلون نصبر. وفعلاً الصبر هو أحسن شيء نحصله خلال حياتنا. من كنا صغار أهلنا علمونا أن نصبر، هسه انفتحت المدارس والمدارس صعبة ولازم يقوم من الصبح ولازم إلى آخره، الطفل يتدرب على الصبر ويجي الامتحان المخيف لكن الامتحان ضروري حتى نتعلم الصبر. كل انسان في حياته يمر بمراحل لازم يتعلم الصبر تجي الامراض وتجي المشاكل والمشاكل انواع واشكال واكو ناس ما عندهم صبر يا طخوا يا فلع مخوا يعني يا تنهل هسه يا ما لازم وهذه المراه المسكينه من يسوع يصدها شوية ويصده فالجملة غريبة يقول لا يحسن أن يؤخذ خبز البنين ويعطى للكلاب يعني اليهود كانوا يعتبرون هيم شعب الله المختار وعندهم حق بكل البركات والنعم الإلهية ويسوع من عندنا إحنا بس وفعلا هو يقول للتلاميذ لم أرسل إلا إلى الخراف الضالة من آل إسرائيل يعني وكأنه هذه المرأة الكنعانية راح تدفع يسوع مثل ما دفعته مريم يوم عرس قانا أن يسرع الساعة هذه المرأة تدفع يسوع إلى أن يتجاوز الحدود مال إسرائيل فيصير هو مخلص العالم ويتجاهله والرسل يضوجون يقولوا له اصرفها طرده الكلمه مستعمله وكانه مسكينه ايضا كلبه طرده قل له ما عندي امشي مثل ما كثير نتعامل مع الناس احنا اللي ما هي قدام عيننا وفجأة الإنجيل يقلب الموازين كلها مو يسوع يقلبها يسوع ينطي له فرصة هي تقلب الموازين وتصير الأولى وتصير هي هذه المعجزة اللي حط الله في قلب كل إنسان أنه كل إنسان قادر أن يلتقي بالله وتقول له هذه الجملة الرائعة: نعم يا رب حتى صغار الكلاب تأكل من الفتات المتساقط من موائد أسيادها ويصرخ يسوع: عظيم إيمانك أيتها المرأة، طلعت الأولى نجحت بالامتحان فازت بالجائزة لأنه كان عنده صبر وكان عنده ذكاء لأنه المشكلة شنو كثير من عندنا إحنا قدريين يعني نقول الله كريم وتتحسن الظروف وأكيد الدنيا ما راح تسوء أكثر مما ساءت وشافت عيننا القدريين ما يفكرون أما المؤمن يفكر ويقرر وهذا هو الفرق اللي يتعلم الصبر على طريقة المرأة الوثنية يفكر ويقرر جواب ذكي وقرار بين إصرار وعناد تظل تكرر على يسوع يا رب أغثني ساعدني قبل شوية صلينا الوردية وقسم مننا يقولون شنو هذا التكرار هذا التكرار هو تكرار الناس المساكين احنا نكرر لأنه نريد نريد يتحقق فتشي بهذا التكرار بهذا التكرار اللي يحبه يسوع واللي تحبه مريم نتعلم بالوردية إحنا بشهر الوردية نتعلم شلون نتدرب على التكرار ما نيأس ويسوع يحب التكرار صلوا ولا تملوا بس هذا التكرار ما هو تكرار ممل ما هو طياشات ما هو تكرار روتيني هو هذه اللجاجة اللي تعطى للناس اللي عندهم تصميم وعناد ويحققون المعجزات. في هذا الدرس نقطه نحن ايضا خصوصا اهل الكركوك بهذه الايام انه بصبركم تقتنون انفسكم. بصلاتكم بطلبتكم بارادتكم ايش نقدر نعمل؟ نحن مساكين اقليه صغيره ايش نقدر نعمل نقدر نعمل يا رب اغثنا اليوم في هذا القداس نصلي من اجل كل هذول الناس اللي يحتاجون هذا الامتحان هذا امتحان لان حياتنا فرديه او جماعيه امتحان امتحان كيف نعيش مع بعضنا كيف نعيش بالرغم من اختلافاتنا اللغويه والقوميه والثقافيه كيف نتقبل بعضنا بعض التجارب مثل الامواج مال البحر تودينا وتجيبنا لكن السؤال الاساسي اللي يطرحه علينا الله الخالق انا خلقتك حتى تعيش أحسن ما يمكن أن تعيش وأن تقبل بامتحان الحياة إذا هذه الأيام إحنا نمر في فترة امتحان قوية صغار وكبار كلتنا نحتاج إلى أن نتدرب على هذا الصبر على هذا التحمل على هذا الوقار والاحترام أن ما نفقد احترامنا لا لنفسنا ولا للاخرين مثل الكنعانيه اللي اجبرت الكل ان يحترمها واللي وصلت حتى اليوم بعد الفين سنه الينا حتى تصير نموذج النا ان الفقراء يخلصون العالم طوبى للمساكين بالروح هذولي رح يخلصون العالم هذولي يخلصون بلدنا هل مساكين هل معذبين هل مشردين هل مهجرين ست ملايين وشوية مهجرين بهالسنوات الثلاثة اللي مرينا بها شبعنا يا رب شبعنا كافي إحنا نريد السلام ولهذا هذا القداس راح يكون من أجل السلام من أجل أن يحط الله رحمة في قلوب اللي اندم القرار وان تنحل هذه العقد وان ينحل هذا المنطق منطق القوه والعنف واحسن قوه هي قوه الايمان اللي جعلت من هذه المراه المسكينه ان تحقق المعجزه وهذه غايه يسوع ما انا اللي اوزع بركات الله عليك انت اللي تجيبيها أنت اللي تحققيها، أنت اللي تنزلين البركة على العالم ومن يوم اللي جاء يسوع انقلبت الآية وجعل كل مؤمن خصوصاً الصغار والبسطاء والمساكين قادرين أن يحلون العقد لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل تقولون لهذا الجبل انتقل تقولون لهذه الشجرة انقلعي لهذا الحاجز اللي قدام عيوننا ان ينشال من عيوننا ان ينشال من قلبنا مو حتى نرتاح وننام لا بس حتى نطلع من هذه الازمه بامتحان ناجح بتفوق حتى يقول لنا يسوع عظيم ايمانكم يا اهل كركوك الله يحفظكم وينقذ بلدنا وينقذ مدينتنا امين